بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث، معكم المعلمة أمل التمامي. اليوم بإذن الله سنكمل موضوع مفهوم ممتلئ وفارغ. ممتلئ وفارغ. في البداية سأذكر آداب الدراسة عن بعد، وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة، إحضار الكتاب والقلم لأننا اليوم سنقوم بحل تمارين الكتاب الدراسي، لذلك سنحتاج استخدام الكتاب وقلم الرصاص، الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ حتى تستطيع التركيز مع المعلمة، وأيضا لابد أن يكون ولي أمرك بجانبك حتى يقوم بمساعدتك عند الحاجة، وعدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس حتى لا يفوتك. نأتي للأهداف التعليمية. عندنا الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم ممتلئ وفارغ. أما الأهداف القصيرة أن يكرر الطالب والطالبة أسماء المفاهيم ممتلئ وفارغ خلف المعلمة، ثم يميز مفهوم ممتلئ وفارغ من بين عدة صور. أيضا في الهدف الأخير أن يصنف الطالب والطالبة مفهوم ممتلئ وفارغ في مجموعات مختلفة. طيب، قبل ما أبدأ بحل أنشطة الكتاب الدراسي سأذكر بعض الوسائل التي ذكرتها في الحصة السابقة التي يمكن أن نستخدمها في تعميم مهارة ممتلئ وفارغ، مثل هذا الصحن الذي أمامكم على الشاشة. الآن يعتبر هذا الصحن ممتلئ بالفواكه، ممتلئ بالفواكه، لكن عندما أزيل هذه الفواكه الآن أصبح الصحن فارغ، أصبح الصحن فارغ. هذا هو الاختلاف بين ممتلئ وفارغ. أيضا عندي هنا هذا الكأس، هذا الكأس يعتبر الآن ممتلئ، ممتلئ. أما الكأس الآخر هنا يعتبر فارغ، لا يوجد داخل شيء، إذن هنا فارغ. أيضا علبة الألوان، الآن علبة الألوان ممتلئة بأقلام التلوين، ممتلئة بأقلام التلوين، لكن عندما أخرج هذه الأقلام خارج العلبة الآن أصبحت العلبة فارغة، أصبحت العلبة فارغة. إذن هذا هو الاختلاف بين مفهوم ممتلئ وفارغ. طيب، الآن ننتقل لأول نشاط في درس ممتلئ وفارغ. عندنا نشاط رقم 1 في صفحة 86. السؤال يقول: أرسم قطعة من الثلج داخل كل كوب ممتلئ بالماء. عندي مجموعة من الأكواب، بعضها ممتلئ وبعضها فارغ، سنرسم قطعة للثلج نرمز لها بهذا المربع الصغير. هذه القطعة تمثل قطعة ثلج، سأرسمها داخل فقط الكوب الممتلئ. طيب، أين هو الكوب الممتلئ؟ ننظر للصور الموجودة أمامنا على الشاشة ونحدد صورة الكوب الممتلئ. أين هي؟ أحسنتم، الكوب الأول الموجود هنا يعتبر ممتلئ في الصورة الأولى، ممتلئ. ماذا عن الصورة التي تليها؟ أحسنتم، فارغ. اللي بعده؟ ممتلئ. اللي بعده كوب يعتبر فارغ. ماذا عن هذا الكوب الذي أشير عليه الآن؟ ممتاز، ممتلئ. الكوب الأخير فارغ. أحسنتم، الآن حددنا الأكواب الممتلئة، ماذا سنفعل؟ سنرسم قطعة من الثلج داخل كل كوب. سأبدأ بهذا الكوب الممتلئ، سأرسم قطعة صغيرة يمثلها هذا المربع الصغير داخل الكوب الممتلئ. أيضا هنا قطعة من الثلج داخل الكوب الممتلئ، وأيضا هنا قطعة أخرى تمثل الثلج داخل الكوب الممتلئ. إذا ماذا فعلت؟ رسمت قطعة ثلج داخل كل كوب ممتلئ. انتهينا من أول نشاط، هذا هو الحل الصحيح. ننتقل بعدها للنشاط الذي يليه، نشاط رقم 2 صفحة 86. السؤال يقول: اختر سلة التفاح الممتلئة، اختر سلة
التفاح الممتلئة وصلها بطاولة المائدة. طيب عندي هنا سلتين، سلة في الأعلى وسلة في الأسفل، وين السلة الممتلئة؟ أين هي السلة الممتلئة؟ هل هي الصورة الموجودة في الأعلى ولا الصورة الموجودة في الأسفل؟ أين هي السلة الممتلئة؟ أحسنتم، الصورة الأولى هي الممتلئة بالتفاح، إذن هذه السلة ممتلئة بالتفاح. ماذا سنفعل؟ الآن حددنا السلة، سنصلها بطاولة الطعام الموجودة هنا. إذن سنرسم خط بين السلة الممتلئة بطاولة الطعام. طيب لو سألتكم عن هذه السلة، هل تعتبر ممتلئة الموجودة في الأسفل؟ لا. إذن ماذا تسمى؟ سلة فارغة. أحسنتم، سلة فارغة. إذن هذا هو الحل الصحيح أمامكم على الشاشة لنشاط رقم 2، وصلنا السلة الممتلئة بالتفاح بطاولة الطعام. انتهينا، تأكدنا من الإجابة الصحيحة، ممتاز. ننتقل الآن إلى نشاط رقم 3. السؤال يقول: ضع دائرة حول الوعاء الفارغ لاستخدامه في وجبة الفطور. هذا النشاط موجود في صفحة 86، آسفة 87، صفحة 87. السؤال يقول مرة أخرى: ضع دائرة حول الوعاء الفارغ لاستخدامه في وجبة الفطور. عندي ثلاثة صور، هذا أول وعاء، ثاني وعاء، ثالث وعاء. برأيكم أين هو الوعاء الفارغ من بين الصور الثلاثة المعروضة أمامكم على الشاشة؟ الوعاء الفارغ، قلنا إيش معنى الفارغ؟ يعني الفاضي اللي ما فيه داخل أي شيء. إذن أين هو؟ أحسنتم، في الصورة الثالثة الآن التي أشير عليها الآن، هذا هو الوعاء الفارغ، لأن ما في داخله شيء، فاضي، بعكس الوعاء الأول والوعاء الثاني، هذه تعتبر ماذا؟ ممتلئة. أحسنتم، هذه في الصورة الأولى والصورة الثانية تعتبر ممتلئة، أما هذا الوعاء فيعتبر فارغ. طيب حددناه، الآن ماذا سنفعل؟ سنضع دائرة حول هذا الوعاء، لأن هو الإجابة الصحيحة بهذه الطريقة. إذن هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم 3 الموجود في صفحة 87. وضعنا الدائرة، انتهينا، ممتاز. طيب الآن ننتقل للنشاط رقم 4 في صفحة 87. السؤال يقول: ارسم خطا تحت عربة التسوق الفارغة لاستخدامها. عندي هذا السوبر ماركت أو سوق، وعندي عربتين، هذه العربة الأولى وهذه العربة الثانية. برأيكم أين هي عربة التسوق الفارغة؟ الفارغة، أين هي عربة التسوق الفارغة؟ هل هي الموجودة في الأعلى أو الموجودة في الأسفل؟ ممتاز، الموجودة في الأسفل، هذه هي العربة الفارغة. إذن سنرسم خط أسفل هذه العربة، لأنها هي العربة الصحيحة المطلوبة في نشاط رقم 4. رسمنا الخط، ممتاز. إذن هذه هي الإجابة الصحيحة لنشاط رقم 4. ننتقل بعدها للنشاط الذي يليه، نشاط رقم 5. هذا النشاط موجود في صفحة 88. السؤال يقول: املأ الكوب بالعصير المفضل لديك مستخدما الألوان. إذن سنحتاج علبة الألوان لتلوين الكأس الموجود أمامكم على الشاشة. طيب أنت وش تفضل؟ مثلا عصير البرتقال، سنرسم إذن ونستخدم اللون الأصفر. إذا تحب مثلا الفراولة تستخدم اللون الأحمر، وهكذا. أنا أفضل عصير البرتقال، إذن سأستخدم اللون الأصفر لأجعل هذا الكوب ممتلئ بعصير البرتقال. سأقوم باختيار اللون الأصفر
وأقوم بتعبئة الكأس حتى يصبح ممتلئ بعصير البرتقال. اختار اللون الذي تفضل من ألوان العصير، سواء كما قلت برتقال، فراولة. أنا اخترت اللون الأصفر لأني أفضل عصير البرتقال. إذن ملأت الكأس الآن بعصير البرتقال. إذن أصبح الآن الكأس ماذا؟ كان قبل فارغ لأن ما دخل شيء، الآن وضعت عصير البرتقال داخله، أصبح الآن ماذا؟ ممتلئ، أصبح الآن ممتلئ بعصير البرتقال. طيب، إذا انتهينا من التلوين ننتقل للنشاط اللي بعده. إذا لم ننتهي بإمكانك عزيزي ولي الأمر إيقاف المقطع وإعطاء ابنك أو ابنتك فرصة لتلوين الكوب ثم العودة مرة أخرى. طيب، ننتقل الآن لنشاط رقم 6 في صفحة 88. السؤال يقول: أرسم وعاء فارغ لاستخدامه في وجبة الفطور. أرسم وعاء فارغ لاستخدامه في وجبة الفطور. طيب، الآن ممكن نعبر عن الوعاء برسم دائرة، وبإمكان ولي أمرك أن يساعدك في عملية رسم الوعاء، بس أهم شيء أن يكون هذا الوعاء فارغ، يعني لا يوجد داخل شيء حتى نستخدمه لوجبة الفطور. نبدأ بالرسم ثم نعود مرة أخرى. عدنا لكم في نشاط رقم 6، طلبت أن نرسم وعاء فارغ لاستخدامه في وجبة الفطور. الآن سيظهر لكم هذا الوعاء الفارغ الذي وضعته الآن أمامكم على الشاشة ليعبر عن مفهوم فارغ حتى أستخدم هذا الوعاء في وجبة الفطور. سأتوقف عند هذا النشاط بإذن الله في الحصة القادمة، سنكمل بقية الدرس بإذن الله. الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة كما فعلت في بداية الحصة من خلال استخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية، أو مثلا عند تناول وجبة الغداء أو العشاء مثلا تسأل ابنك عن الصحن الآن يعتبر فارغ، عندما نضع الطعام داخل هذا الصحن يصبح الآن ممتلئ، أيضا عندما يريد أن يسكب الماء أو العصير في الكوب ممكن تسأل الآن الكوب فارغ، عندما تضع الماء أو العصير داخل هذا الكوب يصبح الآن ممتلئ. كل هذه المواقف تساعد على تعميم مهارة ممتلئ وفارغ. كانت معكم المعلمة أمل التمامي، مع السلامة.